بقالي سنين بمارس الاستماع، وعشان كده فكرت أني أستمع لمتابعي قناة فكير. أنا تريزا خليل، كاتبة ومخرجة أفلام تسجيلية، ولما هسمعك مقدرش أوعدك بإني هحللك مشكلتك أو أنصحك، ولكن من خلال استماعي ليك ودردشتي معاك جايز تكتشف حاجة ما كنتش واخد بالك منها، أو جايز تحس براحة من مجرد مشاركة حكايتك. لو حد عايز يتكلم معايا على قناة فكيرة فممكن يبعتلي ملخص للموضوع على الإيميل الموجود في صندوق الوصف، ولو حد عايز يتكلم معايا بعيداً عن قناة فكيرة فرابط صفحة الاستماع بكل تفاصيلها برضو في صندوق الوصف. والآن فلنستمع بدون أحكام. انت هتعملي بقى الايه اقبال هوية اللي قلنا عليه صح؟ اوكي، يعني انا مش شايفاكي لما تيجي اساسا. انت تحبي تشوفيني ولا عايزك تبقي من غير صورة؟ هو عادي زي ما تحبي، بس لما تيجي لا، طبعا انت تعرفي ما مش يريحك هيبقى ايه؟ فيه يريحك ان انا نبقى شايفين بعض، ولا عايزة ما اشوفكيش؟ والله انا ما جربتش، بس يعني عادي يعني انا بصي الاضاءه حتى يعني مش شايفاكي برضو كويس. انت مش شايفاني خالص يعني؟ لا، انا مش شايفاكي خالص. طب اعمل ايه عشان تشوفيني بس هتلاقي ولو مره؟ في تحت زي كاميرا مكتوب عليها فيديو، او انا بخاف اعمل اي حاجه، لا، ما تخافيش، اقصى حاجة أعمل هتحصل حاجة غلط. ان احنا ندخل تاني. لا بس لازم برضو تشوفيني ولو مرة علشان إيه يعني تعرفي أنت بتكلميني. أنا لقيت حاجة أهي كده كده. ايوه، الله اهلا. كده كده أهلا بيكي كده شفتيني. شايفاكي، بسم الله ما شاء الله. على فكرة أنا مواليد 73 زيك احنا سنة بعض. يعني، بس انا بقى انا خلاص يعني الشهر ده كان 151 يعني. انت قبل بكام شهر؟ طيب، بقولك، انتي مش عايزة صورة طبعا، تحبي تغيري الصوت لا ولا؟ طبعا اوكي، عشان اخد راحتي يعني، عشان ماشي. يعني مفيش بقى النت ده مكان كبير قوي. اوكي، قوليلي ايه بقى تحبي تتكلمي عن ايه؟ والله بصي هو زي ما انت شفتي كده المواضيع ما كانتش سهلة معايا في ان انا ايه اتكلم معاكي واخد ميتينج ومش عارفة ايه، فهي دي بقى يعني زي ما تقولي كده نموذج مصغر قوي الحياة مش حاجة بتمشي يعني مفيش حاجة اللي بيسموها ايه عكس باللغة العامية، في عكس في كعبلة أوكسات أوكسات في حاجة غلط مش راضية تخلي الحياة تمشي بسهولة يعني. انا نجحت ان انا اكلمك وكل حاجة، بس كان طول الوقت ايه يعني هو كان ايه ماشي مثلا بسهوله، وفي حاجات بتمشي الصراحه مش حاجه يعني، في اشياء بتمشي بس معظم الاشياء يعني بتتحول لايه يا ما بتمشيش اصلا من البدايه خالص، يا اما بيحصل بقى ايه لو انا اتهيألي انها بدأت تمشي او في حاجه يعني لا بيتضح ان لا بيبقى في تيرن اوفر كده وما بتكملش. ده in general يعني طيب، يعني ايه الحاجة اللي مثلا دلوقتي انتي شايفاها ملحة؟ الحاجة الملحة حاليا ان انا عندي خلاف كبير قوي مع جوزي، واي حد طبيعي يا اما هيبقى قوي جدا جدا ويقيم بقى حياه لوحده ويبدا بقى يدور على اماكن، يا اما يرجع بقى مصر واكمل بقى انعزال. انا شخصيا انعزاليه يعني، بس مش دي طبيعتي في الاصل.
يعني مش دي طبيعتي. فانا بجرب كده ايه يعني، مش عارفه اخد قرار، وانا مش من النوع اللي باخد قرار وامشي فيه يعني، ايه ستيبس باي ستيب واخطط كده، لا ما بعرفش اخطط، ما بعرفش اخطط. ويمكن يعني في يعني انا حاليا مش عارفه ايه اللي هيحصل. انا بقضي مثلا ايه اوقات في الباركس زي ما انت كده شايفه، بنقي باركس تكون هاديه واقدر اقعد فيها كتير، اكبر وقت من الوقت يعني ممكن من الوقت، وارجع البيت عشان اعمل غدا. انا عندي بنت وولد كبار يعني، بس ابني لسه في الدراسه، فبعمل غدا له. وبنتي برضو ايه ك ك ايه حياتي ده، هي علاقتي فيها مضطربه برضو جدا، هي خلصت دراسه بس ما بحاول ما اكسرهاش يعني، يعني انا على الايه يعني، ما لو انا يعني هقول انا كل علاقتي بالناس اللي حواليا بايظه يبقى العيب فين؟ يبقى انا بقى الايه المشكله فيا انا. مش شرط. ما هو يعني هو مش شرط، وفعلا انا لو ما احكي لك هو العيب فيا، هو انا مؤخرا بقيت يعني اتخوف من العلاقات الانسانيه يعني، لان كل مره بيحصل لي ايه زي ايه يعني زي ما انا قلت لك كده، ما فيش حاجه هتنجح في النهايه. فجيت بقى اخر حاجه ولادي بقى، فمش معقول هخسرهم هما كمان، دي تبقى كارثه يعني. يعني فبحاول على قدر الامكان ما اخسرهمش، عشان يعني يبقى ليا حد اتحاور معاه، مش اتحاور يعني، يبقى ليا حد يعني اتواصل معاه، اتواصل معاه في الحياه. فالاختيار قدامي ان انا امشي بقى، امشي وارجع مصر اللي هي احوالها لا تسر عدو ولا حبيب، وانا مش هكون مرتاحه هناك خالص يعني، مش هكون مرتاحه يعني خالص يعني. فالاختيار ده حاليا مؤجل، مؤجل هو لامتى؟ مكان البلد اللي انت فيها، انت في امريكا صح؟ يعني بس نحاول برضو ايه ما نخليش المعلومات واضحه لعل حد يقع في الفيديو يعني. هل انت لو اقامتك يعني شرعية ولا ايه وضعك؟ انا قمت شرعيه، بس انا من النوع اللي يعني ما في جروبات وكل حاجه يعني، انا داخله في جروبات وبشوف نصايح بس مش بنفذ يعني. لازم الواحد يكون له مجتمع، انا ما عملتش مجتمع الصراحه خالص، ولا اصدقاء ولا يعني بقالك كم سنة؟ عندي حاجه. دي 6 سنين، احنا بقى لنا 6 سنين. يعني انت رايحة على كبر. والانجليش؟ لا المشكله بقى الانجليش يعني، انا كنت بحسب ان اللغه يعني ممكن يعني، هو انا بفهم وبتعامل كل حاجه، بس اتضح لا، لو انت ما تعلمتيش الانجليش، انا اصلا لغتي فرنساوي يعني، اتعلمت فرنساوي ودرست بالفرنساوي، بس دي بس هو ملوش مجال خالص خالص، فهي عقبة كبيرة جدا جدا يعني. ممكن أنا أسمع وأفهم، لكن في التعامل بقى أخذ ورد كده وكلام، لا عندي مشكلة يعني مش فهو ده اللي عامل لك الانعزال، ان انتي مش عارفة تتواصلي خارج المحيط لا، ما هو أنا مش بتاعك. عارفة أتواصل مع المجموعات المصريين برضه. يعني مش الأجانب بس يعني. لا بس انا كنت اقصد، بس الاول انا مش فاهمة هي ايه المشكلة. خلينا نمسك الاول مشكلة مع جوزك ايه اصلا، وبعدين نشوف خطوة خطوة هي ايه اصلا الخلاف بصي، مع جوزك. هو يعني هو
الخلاف. انا لو هقول لك انا مثلا بشخصه كده، هتقولي لي لا ده انا لازم يحتاج طبيب. يعني هو في خلل واضطراب في شخصيته ما كانش واضح قوي، غير بقى يعني انا كنت بنكر، يعني بنكر عشان ما يبقاش ايه كلمة مثلا نرجسية وسيكوباتية وترند والناس كلها بتتكلم، فانا ما كنتش بقول الكلام ده خالص. بس مثلا كنت اسمع برامج فاقول ده بينطبق 100% عليه، بس برضو ما اقولش ايه ده شخصية نرجسية ده بس بعد بقى سنين طويلة من حاجات غير متوقعة هو بيعملها بشكل مستمر. يعني زي 27 ايه سنة مثلا؟ جواز، زي ايه؟ يعني مثلا يتعمد ان هو يخسرني كل فلوسي، يعني مثلا ايه ويخسرني اهلي ويخسرني كل العالم كله. منذ مثلا اتجوزنا 3 4 سنين دخل في بيزنس مع ابويا الله يرحمه، فانا رفضت وقلت لا ما ينفعش، ما حدش سمعني خالص لا ابويا ولا هو وكده. بعد كده طبعا عشان ما اديش تفاصيل، هو حط ايده على البيزنس واخده لنفسه وقال الشاطر الجدع ينزل يشتغل، مفيش حاجة اسمها توكيلات بتورث، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها الشاطر ينزل يشتغل. دي كانت أول بقى حاجة هزت علاقتي بأهلي، يعني هما ما صدقوش. وبعدين المفروض في تفاصيل كتيرة، بس في النهاية اللي قال كلمة حق مثلا كان والده الله يرحمه، قال له ما ينفعش يا تسمع كلام مثلا حماك بالظبط يا تسيبه خالص ومالكش دعوة بشغله، لكن ده ما حصلش. الحكاية دي ما سابت بقى يعني فضلة مستمرة معايا لحد دلوقتي. دي حاجة. حاجة تانية مثلا إن أنا أساعده ماديا في حاجة، مثلا ساعدته في العربية عشان يشتري. هو ما بقولكش هو شخصيا، أنا مش عايزة بس أستخدم كلمات إيه، يعني هو لازم يشتري أغلى حاجة وأحسن حاجة وهو ما عندوش إمكانيات عشان بس شو. فدي برضو دي كارثة. يعني هو على بي ما مظهر. والله يعني يا ريت يعني أنا يعني عايزه اقول لك يعني لا في مثلا يعني هو اهم حاجه سبوت يكون عليه والناس تشاور عليه ويبقى هو مسار اعجاب البشر. يعني هو ايه يعني حاجات كتيره كبيره، ايه اللي خلاني مثلا اكمل السنين دي كلها لان ما كانش عندي بديل. يعني احنا جينا من 6 سنين قعدنا في مصر 20 سنة. ال 20 سنة ايه يعني ايه ده ليه انا مكملة كده؟ مكملة كده لان هو انا مش واقعة الحمد لله، يعني اسرتي موجودة وكل حاجة، بس حتة موضوع الشغل ده هو اصلا كمان يعني انا ما كانش عندي اختيار ان انا ايه، يعني انا طبيعتي مش بتاعت ان انا اتطلق واروح، لا ما كان كنت رافضه موضوع الطلاق، يعني مش حاطاه في دماغي. يعني كنت بتشتغلي؟ لا يعني ربة هو منزل. نعم ربة منزل. ربة منزل. اه يعني انا حاولت، ما انا بقول لك حاولت بس ما فيش حاجه مشيت معايا. يعني يعني هو مش ممانع ان انت ما كانش ممانع ان انت تشتغل. لا ده هو كان عايزني اشتغل واقوم بالليله كلها، لا اه بس يعني مش واقوم بكل حاجه، يعني هي الخلافات، ما انا ما هي كانت جوازه تقليديه
وكمان اتضغط عليا فيها، يعني انا كنت حاسه ان في حاجه غلط، بس انا من النوع اللي ما بقدرش اواجه وبسكت وما باخدش حقوق. فهم ما اتفقوش. ايه ده اتاري ان انا لا، ده عايزني بره وجوه والعيال والدراسه وكله كله يعني. وهو بقى يعمل يعني، هو جه كده عشان بس ايه، يعمل شو، مش عشان مثلا يقيم اسره ويربي عيال، لا. فكانت بتحصل المشاكل كلها نتيجة ان هو مثلا ايه، يتعرض لمشاكل مالية نتيجة لقراراته غلط خالص، قرارات يعني غلط خالص. فهو عايزني اشيل بقى معاه، اشيل الغلطات دي، فانا ما بشيلش، فبتحصل بقى المشاكل. ما بشيلش بره، لا يعني ما بشيلش في المصاريف، لا برضه انا قايمه بالبيت بالولاد وكله، يعني اذاكر لهم اوديهم مدارس كده، لا ده ما كانش يكفي. بعدين مثلا ايه يعني، يحتاجوا مثلا دروس، ازاي يعني، ازاي يعني هتقولي ايه مثلا. فدي كانت مشكلة كبيرة، إن لأ يعني حتى لو أنا بذاكر لهم في المدارس بتحتاج دروس عشان يعدوك، لأ. لغاية ما الناس تقنعوني إن يعني كل حاجة لازم فيه إيه، تدخل خارجي، مش هي ما كانتش حياة زوجية بالمعنى اللي إن إحنا بنتكلم مع بعض، لأ خالص. يعني اي حد هيعرف حقيقتها، طب انت ايه اللي جبرك على كده؟ ده هو ما بيتكلمش معايا نهائي، هو اصلا مش شايفني وفعلا مش سامعني، يعني فعلا مش سامعني. ما هو ففي برضو كان فتره جواز كبيره قوي تقليدي. من الحياه، لان انا ما قدرتش اواجه ولا اقول لا مش عايزه وكده. يعني هو عندي الخوف، دي الخوف يعني، هو انا قلت لا، فضغط عليا من مامتي، فما عملتش زيك كده، مره انت بتحكي قعدتي تعيطي وكده، لا انا يعني اتضغط عليا فوافقت. بس أنا أقصد إن هو كمان أهله برضو جوزوه ولا إيه؟ لا هو كان، هو بصي هو يعني انا مش، هو اعجب بي جواز تقليدي، بس هو جه شافني عايزها، بس انا كنت مقلقله يعني، انا كنت خايفه. فهو فضل ايه ساكت وهو غامض جدا وبعدين انا قلت بقى يلا. هو ايه ساعتها بقى ايه، قلت اهم حاجه الاحترام، واهم حاجه اتضح ان مفيش حاجه خالص يعني، لا احترام ولا اي حاجه يعني. هل بيمد ايده؟ هي كان في محاولات، بس عشان انا طبعا انا يعني انا كرامتي بتضحك عليا، ما بقبلش، فببقى عنيفه في رد فعلي في المره دي. يعني هو كان في محاوله، فانا كنت عنيفه جدا جدا، بالرغم ان انا ضعيفه وقليله كده وصغيره في نفسي، وطول عمري عندي مشاكل صحيه بقى ممكن احكيها لك، بس كنت يعني عنف يخوف. يعني وقت فدي تحتسب لي ان انا عرفت ايه احبه. اما الشتيمه بقى، فبدا طبعا ايه يحاول، فكنت برد يعني، انا ما عنديش قاموس شتايم، لساني مش واخد يعني. بس هي الجزء الاكبر من حياتي هو انا بربي ولادي وهم صغيرين، هو كان في يعني هو على طول مسافر وفي الشغل مش موجود، يعني مثلا يعني جزء كبير قوي في حياتنا، يعني هو 20 سنه في مصر دول كان بيتخللهم ايه، بيتخللهم انه يجي مثلا عنده مشاكل ماديه، فمتوقع بقى ان انا اشيل النيله ما بشيلهاش فتحصل اكتر، ف وهكذا بقى. بس هو طول الوقت هو بعيد، وانا مع اولادي، يعني انا مع اولادي بذاكر لهم، بوديهم مدارس، بدهم مدارس. وكان في بقى ايه يعني جزء في حياتي اخت، يعني ده برضو عمل لي ايه، يعني هي مريضة نفسية
كان عندها يعني مرض، مش عارفه بقى برضو، مش عايزه اقول، بس هي كان جزء كبير من حياتي يعني. يعني هو مش موجود، هو في السفر، وهي يوميا يعني عندي. اللي هي أمك فانا بتقول اختي، أختك. أختك أوكي. اختي مش امي، لا. فهي ضغطت على اعصابي كتير، لان انا ما كنتش بعملها عادي ان احنا اخوات وان احنا مع بعض، لا. انا كنت بعملها منها واحده مريضه، وان انا اجي لازم اجي على نفسي قوي، وما ما فيش حد في العيله حس بالضغوط النفسيه دي اللي هي واقعه عليا، يعني محدش حاول يساعد. فكان حياتي يعني هي منغلقه على كده، يعني هو مسافر يجي يعمل مشاكل، اختي موجوده، العلاقه ان انا لازم اتحملها، لان ما فيش حد يتحملها غيري، وولادي صغيرين بربيهم بذاكر لهم، صحتي تعبانه، بحاول بقى ايه احد صحتي اللي هي اللي مش مظبوطه دي. فكان ال 20 سنه في مصر كانوا بالشكل كده، يعني يعني ما كان هو فيش مسافر معظم الوقت، أعتقد ده برضو ساهم في إن أنت تستحملي. ان هو الحياه يعني ليه استمرت كده، عشان هو كان طول الوقت بره، يعني بيسافر بقى سواء داخليا او خارجيا، بره ده جوه البلد، وكان الشغل كان مديله برستيج، يعني هو كان هو عايز ده الغذاء بتاعه، وما يقدرش يعيش من غير اللي هو الغذاء ده. فكان الشغل بتاعه بيخليه يجتمع مع رجال اعمال، مع اصحاب بيزنس، مع كده، ويسافر مؤتمرات. فكان هي دي حياته. وانا ما كنتش يعني جزء خالص، يعني انا ما كنتش بشكل اي جزء في حياته خالص. طب وعلاقته ف بالعيال ايه؟ لا، هو كان في بعض الوقت ساعات يبقى عنيف ويقول انا السبب، يعني مثلا لو كان حد يلومه يقول اصل هي السبب، هي اللي عملت كده. فأنت السبب في كل حاجة. هما مش طالعين اثرياء قوي، يعني خصوصا البنت الكبيره، بنتي مش اثرياء، لا، ما عاشوش، يعني ما كانش عيشه طبيعيه. يعني هي بتلومني ان انا يعني لا كنت بضحك ولا كنت مبسوطه ولا بهزر العمر كله. فقلت لها طب ده بقى اولى انك تعامليني كويس، لا، يعني هي مش شايفه، وانا يعني خايفه انها تكون ايه، يعني هي انا ما بصعبش عليها خالص، يعني حتى لو عيانه بموت، ما بتجيبليش مثلا كوبايه عصير ولا حاجه، لا. طب يعني وابنك نص نص، ده ساعات يبقى الأصغر بقى. كويس. هو الفرق 4 سنين بينهم، ساعات يبقى كويس، مش حنين قوي، بس يعني متفاهم يعني. طب وساعات ودلوقتي مثلا لما انتوا رحتوا أمريكا دلوقتي، هو برضو شغال وبيسافر وكده ولا قاعد لكم؟ لا، ما هي اللي حصل ايه بقى، يعني احنا قبل ما نسافر كان بدأ بقى البيزنس اللي هو اصلا بتاع والدي ده بدأ ينهار، بدأت الدنيا تبوظ. فكان جه الوقت اللي هو قرر ان احنا نقدم هجرة، واتقابلنا ورجعنا. حلو. جينا بقى هنا ايه، كبار اصلا، انا كبيرة وهو اصلا اكبر مني بكتير. ف ايه ده يبقى ده يعني المفروض خلاص. خلاص، اما كنت يعني فعلا بقى كبرنا خلاص، لا لا، ده كان بقى ايه، يعني جزء بقى كبير، ان انا شفت بقى او صدقت، انا ما كنتش هناك مصدقه،
كنتش مصدقه، لان ليه ربنا هيعمل فيا كده ليه؟ يعني انا غلبانه مش باذي حد، والمفروض ان طيبونا للطيبات وكده، طب ليه يعني؟ يعني كان عندي امل في لحظه ان هيندم، حلو كبرنا. لا لا، ده كان بقى فصل بقى، يعني ظهور كل شيء على حقيقته تماما. وفي الغربه بقى، في الغربه وما عنديش حد اعرفه، يعني ما عنديش حد الجا له يعني. وفشلت ان انا اعمل علاقات اجتماعيه. فالأدى بقى ان ايه، طب الولاد بداوا يعتمدوا على نفسهم، انت مش طايقني مثلا، خلاص طلاق بالمعروف. لا ما فيش، لا ما ايه، فيش، ما فيش ايه، مش راضي. لا انس، يعني هو مش هيطلق، هو عايزني انا اهرب وانسحب واقعد بقى ايه مع نفسي كده. يعني هو تعذيب، يعني مثلا ايه يعني مش ايه, عايز إيه يديكي حقوقك يعني. ما فيش حقوق، ما فيش هو حقوق ما خالص. عندوش اساسا لا لا لا، يعني ولا عنده؟ هو عمل حاجات سيئة جدا جدا على الفترات دي. فكنت انا بسافر، يعني لا هعمل ايه، ما انا ما قداميش حاجة، باخد شنطتي واسافر، على مصر. فاقعد مثلا شهرين كتير 3، واحس ان لا انا يعني قاعدة بعيد عن ولادي، وقاعدة في مشاكل عيلتي هناك. طب ما انا ارجع لولادي، يعني ما هي كده كده الحياة مشاكل، ما دي عيلتك اصلا. فارجع بقى. فالسيناريو ده اتكرر 4 مرات، بس كل مرة بتبقى اعمى اعمى. ف حاليا بقى خلاها وصلها لايه، لان لا ما ينفعش بعد اللي حصل ده ان انا اقعد. وانا بدات بقى ايه اهدى شويه، لان انا كنت في ساعتها الم شنطتي واي تذكره مهما كانت غاليه وانزل. فلا يعني بدات بقى ايه ما اعملش كده، يعني اخد بعضي واقعد طول اليوم في باركات كده، وارجع بالليل وافكر يعني اعمل ايه. يعني بس حته خطوه ان انا ارجع اقعد في مصر، يعني هو بيعمل ليه كده، هو عمل ليه معايا كده؟ عشان سمع ان الاوضاع الاقتصاديه سيئه جدا في مصر. يعني الناس بتعاني معاناه مش طبيعيه، فقال طب ايه، طب ما نرجعها بقى تعاني هناك. ايوه، زي عقاب يعني، عقاب ليك. ايوه، هو ايه، عشان انا مثلا اتذلله واقول له لا الله يخليك وبلاش ترجعني وحاجه كده. انا مش من النوع ده. يعني انا على الرغم من ان انا يعني ممكن اعيش في كواليتي مش عاليه قوي يعني، بس في نفس الوقت ما بقبلش ذل، ما بقبلش إهانة. طبعا. بس أنا بتعامل مع شخصية لسه من فترة قريبة اكتشفت فعلا إن ملهاش حل، وده شيء زعلني لما سمعت برامج متخصصة. مش أي حد بقى بيتكلم، لا برامج متخصصة عن النوعية دي، حزنت وتمنيت إن أنا ما كنتش سمعتها. يعني لأن المتخصصين بيقولوا الشخصية دي ملهاش حل. بس أنا كنت عايشة في إن إيه، يعني في لحظة ما في حاجة هتتغير، في حاجات هتتغير، في حاجة يعني الدنيا هتبقى أحسن. بس لا، الدنيا مش بتبقى أحسن. وخاصة لما السن بيكبر ممكن الأمور تزداد سوءا. ايوه، يعني انا عندي واحده هي مش صاحبتي قوي، بس يعني طلعت معايا، فانا ده احساسي ان انا يعني ما حاجه تبهدل هنا. انا مش بشتغل بشهادتي، يعني انا اشتغلت حاجات طبعا مش بشهادتي، وكانت حاجات متعبه وحاجات مرهقه وحاجات مش برستيج خالص يعني.
فكان ضغط على نفسي، انا كنت بقول لنفسي عادي عادي. وكمان كانت صحتي، يعني انا عندي قولون عصبي بس جديد، النسخه اللي هي الشديده قوي قوي، اللي هي يعني انا ممكن اقعد بالايام ما اكلش، اشرب عصير بس، يعني اعيش بس على عصاير. والموضوع ده عندي طول عمري. انت فبقى في حساسة. العيله والمحيط ده، فهم كانوا بيحسبوا ان دي ميزه، يعني شايفين ان دي ميزه، ان انت ما بتاكليش. عشان كلهم بيعانوا من الايه، من السخن. فكون ان انا بقى، ان انا يعني انا تخنت شويه على كبر، بس مش نتيجه اكل، نتيجه الهرمونات، تغير الهرمونات يعني، وقله الحرق وحاجات كده. لكن انا كل عمري نحيفه جدا، وهم كانوا واخدين موضوع المرض ده ان هو مش مرض اصلا. وانا ما كنتش فاهماه، برضو فهمته مؤخرا، يعني ما برضو فهمته على كبر قوي، يعني ايه دي اللي هي مش بتاكل دي؟ يا مره رحت الاستاذ كبير، مش مرض ده كتير في مصر، قال لي قولي اللي انت بتشكي منه، قولي بايه، يعني بيزعق لي، يعني ايه مش قادره اكل دي؟ يعني ايه مش قادره اكل دي؟ بتحسي بحموضه بترجعي؟ قلت له بحس بحموضه، برجع، بحس ان انا ما اعرفش ايه. المهم ادويه مهدئات للمعده، ما فيش غير واحد قال لي ايه، انت عندك مخ تاني في معدتك، يعني انت عندك مخين، واحد في مخ في راسك وواحد في معدتك، فهو اللي تعبت بقى مخك اللي في معدتك ده. وبرده صحيح. ما يعني ما ادانيش مثلا ايه حاجه ملموسه، وما كانش مثلا ايه قولون عصبي، ده هو الوحيد اللي قال لي قولون عصبي. التاني اللي كان بيزعق لي ده مثلا قال لي هنعمل لك بقى ايه اللي هي المنظار ده المؤلم ده عشان نشوف ايه اللي عندك، وعمله لي يا وطلع لهوي. عندي شويه التهابات. كان زي كده جرح كده، يعني كاميرا تدخل، كان مؤلم جدا، وطلبوا مني هنا ان انا اعمله تاني، انا ما رضيتش. طبعا. وانا اصلا يعني وفي الاخر بعد ما عملوا مش ما قال لك بحبش، ايه يعني؟ قال لي عندك التهابات بسيطه مش كامده قوي، وعندك العضله بتاعت معدتك اللي فوق دي مش بتقفل قوي، وواسعة شوية عن الطبيعي، يعني واسعة عن الطبيعي، عشان كده انتي بترجعي كتير. بس ما نعرفش بقى هي واسعة عن الطبيعي، كان هو كاتب كده في التقرير، عشان انتي رجعتي كتير فهي وسعت، ولا انتي بترجعي كتير عشان هي واسعة، احنا ما نعرفش. طب فاهمة؟ وقال لك يعني على حل يعني؟ هل اداكي علاج ما؟ هي كان في دواء مشهور كده باخده بشكل مستمر ابيض كده بيهدي المعده، مش عارفه اسمه موتيليوم تقريبا ولا حاجه كده، ده بس يعني ده مهدئ للمعده بس، ده اللي فضلت ايه اخده. وغير كده نفس الاعراض، ان انا اقوم ارجع الصبح، يعني انا بقوم ارجع. ده كان بيحصل لي على فكرة. فأنا بقى يعني بعد سنين طويلة جدا فهمت الدنيا ماشية ازاي معايا، بس يعني انا لسه فاهمة مؤخرا. انا الترجيع بتاع الصبح ده على حسب ما انا فهمت، اولا انا يعني يمكن يكون انا عندي حساسية من الجلوتين، بس ايه، بس انا مش مركزة قوي في الكلام ده. بس هو انا كان بيحصل لي ان انا اقوم الصبح لا عارفه اخد، لا عارفه ابلع، ولا عارفه ايه، فبضطر ارجع ايه بقى، ارجع اللي هي العصاره الصفراء بتاعت معدتي، صح، لان انا ما اكلتش، انا كنت كده برضو، اول ما اصحى على الحوض على طول. وكانت مؤلمه جدا لان معدتي فاضيه، يا ريت فيها اكل، لا ده فاضيه، فانا برجع على الفاضي والمعده بقى. وده كان جزء كبير من حياتي. بس انا كان السبب نفسي. انتي كان ايه بقى؟ ما هو نفسي، لا نفسي وعضلي برضو الاثنين، نفسي ان انا معدتي حساسيه مفرطه، هي والقولون المنطقه دي كلها،
غير بقى كده، هي مامتي ودتني مره واحده بس وانا في ثانوي الدكتور، هي راحت معايا بس مره واحده. هي الموضوع ده عندي انا فاكره من اعدادي، ترجيع الصبح ده من اعدادي فضل مستمر معايا. فالدكتور قال لها لا ده انت تعملي لها اللوز وهتبقى زي الفل. راحت وقال لها روحي بقى للجراح. ده راحت للجراح، الجراح قال لها لا هي مش محتاجه عمليه، بس هي ما سمعتش الكلام. كان جراح كبير وصممت تعمل لي العمليه عشان تخلص بقى، عشان هي عشان اصلا يعني هي ما بتحبش ايه، هي عايزه تخلص. وانا ما كنتش يعني ما كنتش محتاجه العمليه دي نهائي نهائي. كانت الراجل قال لها اللي هو زي الفل ما عندهاش حاجه، لا وعملتها لي بقى. ودي كانت المره الوحيده اللي هي راحت معايا فيها عند الدكتور. اللوز مهمة للمناعة. طبعا دي الباب الاولاني. انا اصلا مناعتي ضعيفه، فجت هي يعني قالت ايه يعني ايه نشيل لها بقى اللوز. فطبعا مناعتي نزلت جامد، نزلت ان انا بقى يجي لي ادوار كتيره كتيره كتيره، برد بقى على طول كده. يعني هو انا ما كنتش من اولوياتها في الحياه. هي برضو لها قصه وانا بحاول اسامح عشان انا نتعدى يعني، بس انا كنت ايه الطفله المهمله في القصه، اللي هو يعني انا عشان يعني احصل على حبهم لازم الغي نفسي تماما والغي طلباتي حتى النفس، يعني يا ريت النفس كمان الغيه عشان بس يرضوا عني. انا يظهر ايوه كده تعديت السيشن بتاعي بكتير. نو مفيش مشكلة. اخدت 2 سيشن كده. لا انا متشكره جدا والله على وقتك يا تريزا، يعني شيء يعني تجربه كويسه، يعني كنت متخوفة هتنفع هتمشي كده بس مشيت يعني. انا بشوف انه لو انت بس اتصلتي جمعتي معلومات، سواء ممكن انت بتروحي الجامع اصلا ولا لا فما اوكي، هو في جامع في المنطقة اللي انت فيها ولا هو جامع معين ولا ايه؟ في جامع مش قريب مننا بس يعني في عرب ومصريين كمان أكتر، بس بس انت أنا مش مش عارفة حابة كده. هتروحي تكلمي مين، ما انت ما تعرفيش حد هناك. وبعدين دي زي ما تقولي كده ايه فيها شوية فضايح، لان ايه يعني اللي حتى انا في مصريين اشتغلت معاهم في تقولي اصلها ايه تبقى هي اوضة وصالة الكل عارف بعضه. يعني كل الناس ايه يعني عارفين مين جه جديد، لان بيصلوا الجمعة ده مين كده، وانا اي نعم مش معاهم، هم اصلا عارفيني من قبل ما انا اعرفهم. يعني بالصدفه مثلا اشتغلت مع واحده في مكان ما كده، فادتني معلومات عن ابني وجه امتى وكده، وانا لان انا مش بتفاعل خالص فكله عارف بعضه كله عارف بعضه. فانا ما احبش ان انا ايه برضو اخلي صوره ولادي وحش، فعشان كده يعني لو حاجه بس انا مش بعيد شايفة عن ان انت لو روحتي استقلتي بحياتك ان ده يخلي صورة ولادك وحش. يعني اذا كانت هما بيقولوا لي دي اوضه وصاله وكله عارف بعضه يبقى عارفين بقى دي بتقول كذا دي بتقول كذا، فهي وانت همك في بيبقى ايه؟ ممكن شوية عرب موجودين في المكان اللي انت فيه، ولادي انهم قاعدين ولادك هنا. مالهم؟ ولادك مش ليهم حياتهم ولا هم برضو مرتبطين بالمجتمع العربي هناك؟ نص نص يعني مش قوي، بس نص نص يعني برضو طالما هم قاعدين هنا فيعني ممكن برضو ايه من اجل ان انا اخد معلومات يعني هتصل اشوف الجمعيات دي توصلني لايه، وعشان اغير يعني شخصيتي يعني ابدا اتكلم يعني مع الناس اتكلم. لكن مش من غير ما تغيري شخصيتك، بس روحي، حتى لو روحي في الأول مش بهدف إنك تصلي يا ستي، يعني انا فاهمة؟ بصلي الحمد لله بس مش في الجوامع يعني، لكن روحي شوفي مثلا عندهم اجتماع أو دروس تحفيظ، أو يعني شوفي عندهم إيه، بحيث إنك تستكشفي بدل ما أنت قاعدة في البارك الوقت اللي بصي انت هو انا رحت مره واحده كانت تاني سنه، وكان برضو من اجل ان انا اعمل ايه معارف، يعني كنت وحيده جدا. فكنا في رمضان
وبعدين لقيت الناس بدأت تيجي ويقعدوا على الأرض. وبعدين الوجوه تعرفي دول مصريين، دول باكستان، دول كده. فأقول السلام عليكم. بس بعد بقى ما خلاص بدأوا بقى يحطوا اللي هو كان فطار في رمضان، لقيت نفسي من لوحدي كده، لقيت نفسي بتسلف من وسط المصريين. أنا سامعة كلامهم وطريقتهم ونظراتهم وبيسلموا على بعض ازاي، ورحت قعدت مع الباكستان حلو بالرغم ان هم مش احلى حاجه. حلو، ممكن يكون عندك صديقة باكستانية. ده يعني انا بقول لك رد فعلي، انا ما عرفت من غير اي حاجه خالص، انا بس قلت السلام عليكم وقعدت. وبيفرشوا بقى ايه زي ايه مع بعض بقى كتير، النظرات ما ارتحتلهاش، طريقه الكلام ما ارتحتلهاش، يعني حسيت ان انا مش هقدر حتى ايه اقول كلام الدنيا العادي. لقيتني اتسردت كده وقعدت فطرت معاهم، وكانت دي المره الاولى والاخيره والأخيرة او الاخيره ان انا اروح جامع تاني او كده. يعني هو مش سهل، انا مش انتي سوشيال ولا حاجه، لا يعني بس مش سهل ان انا برضو ايه اعمل صداقات او ان انا اتفاعل. حسيت في حاجه غلط، يعني انا مش كده. طب بصي، انا هدور لك على حاجة في المكان اللي انت فيه، اوكي، اوكي وابعتها لك على الايميل لو لقيت حاجة. انا ما اعرفش طبعا، انا مش هناك يعني، ف ايوه، انا هدور فاهمه اشوف. فاهمه. هبعت لك اقتراحات، يعني ايه اللي ممكن تعمليه بدل ما انت بتلفي في الباركس كده، خلاص اوكي، حاجة تكون احسن. معايا الجمعيه دي واهو ودينا، يعني محدش عارف ايه بكره يعني. ممكن تقفلي معايا دلوقتي وتكلميهم. انا ما اعرفش ساعة عندكم كام، يعني كلميهم كده بالانجلش، صح؟ ايوه هشوف. انا يعني سجلتها في النوتس عندي طب وما قوليلي كده، رجعتلهاش. ممكن تقولي لهم ايه مثلا، يعني كأنك بتكلمي الجمعية، سمعيني كده. ما اعرفش الحقيقه، اصل الحاجه بتيجي ايه بتاع I have some problems with my husband, can you help me, what options could you give me، حاجات كده. I need information. What are my options or what possibilities are you offering? يعني زي ما بتتكشف الحديث يعني، بسيبه، مش ما عنديش حتة التخطيط دي طب خالص. انتي بس كويسة والله، يعني مش انا كنت فاكرة ان انتي الانجليش رايح لا أنا مش خالص. ضايعة، بس عندي مشكلة في السماع، السماع في التليفون. يعني ممكن أنا دخلت التويفل كذا مرة، كويسة جدا في الرايتنج في الريدنج، بس وحشة في السماع، في الهيرينج، يعني مش كويس. ومع السن كمان التليفون برضو بقى يعني مش حلو خالص، ممكن بس تقولي له هحاول. can you please speak slowly because my English is not the best. ما انا دايما بقول كده اوكي دايما اقولهم سلولي. يعني اللقاء ده ظريف جدا وانا متشكره جدا والله، يعني كتر خيرك على الخدمات المجانيه دي. أنا مبسوطة إني اتكلمت معاكي، وأتمنى إنك يعني تلاقي مكان تبقي يعني عارفة، أشيل ده من ده يرتاح ده عنده، يعني هي دي الفكرة. يعني هي أوقات كاشفة، وقد يكون في الوقت ده حل، وربنا كبير بقى. شاكرة جدا جدا على وقتك، وفرصة سعيدة جدا. وحاجة بقى، ثانية واحدة، ثانية، انت عايزة تروحي في حتة؟ لا ما عنديش اوكي حد، انا اروح اعمل اكل لابني بس، وممكن اطلع تاني اقعد بس. اوكي 5 دقايق بس، انا عايزة اعرف. انت بتقولي لي انا ما فيش حاجة انا متطلعة لها. فعلا. إيه يعني، كان عيالك هما دول الحاجة اللي انت عايزة طيب طب هما هل دول انت استثمرت فيهم كل حاجة، يعني لا في كارير ولا في شغل ولا في طموحات ولا في أي حاجة خالص. ف دلوقتي لما هم هيكبروا، انت محتاجة تلاقي حاجة تخليكي تبقي عايزة تصحي الصبح.
بصي، هو ايه، يمكن انا بعدي قد فترات اكتئاب بتبقى تقيلة بتبقى خفيفة، بس فعلا يعني هو هي حتة ان انا اخدم او اعمل اللي هي اسمها، يعني ايه مثلا اروح اساعد او كده، يعني لازم اشوف لنفسي دي حاجة حاجة. ممتعة انك تروحي تساعدي ناس وكده. بس برضو ما حاولتش، يعني مش مثلا ان هم لا، يعني بفكر ايه، هو لسه ابني قدامه بتاع 2 ونص 3 دراسة، يعني ايه، هي بفكر كده، هو يخلص ال3 سنين دراسة دول او 2 ونص، يعني على حسب بقى هو شطارته، بس يخلص الدراسة. فده بقى احساسي ان انا كده ايه، مرتاحة، يعني مش مرتاحة، يعني خلاص قمت بدوري بقى، والدنيا بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه. ما انا حاسه يعني ان انتي هتقولي ايه بقى، انا خلاص حياتي انتهت كده. من زمان الحقيقة الاحساس ده عندي من زمان، ان it's the end، يا ساتر. من زمان. يعني مش مفيش مش بتطلع لحاجة كبيرة، او حتى يعني مثلا ممكن حد غيري ايه يقول لك طب ما ترجعي، انا عندي اختي عندها مشكله، اللي هي انا عشت معاها كتير دي قوي، دي برضو بس هي اكبر مني، فاولادها اتجوزوا، فارجع اعيش معاها بقى لا ونسلي بعض. لا، انتوا ما بتسلوش بعض، هي بتتعب لك لا مش اعصابك. بنسلي بعض خالص. وبعدين انا مش بقول، بس انا يعني لا، انا بتاعت مثلا مسلسلات تافهه بقى، واقعد ايه من المسلسل ده للمسلسل ده للمسلسل ده، النص اليوم يطير، وبعد كده يعني مختلفة أنا عنها، وخدت يعني إيه كتير قوي يقولوا لي طب ما ترجعي تقعدي تعملي، أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل بعد كده، يعني حقيقي ما أعرفش إيه اللي هيحصل. اللي انا يعني كنت عايزه اقترحه ان انت في السنتين دول لحد ما ابنك يتخرج برضو حاولي تشوفي انت مين وبتحبي ايه. حاضر. يعني السؤالين، انا مين؟ على فكره انا كاتبه who am I، يا who am هو I، انا ار يو كاتباها who am I و let it go و don't be the doer be the witness، كاتباهم كده. ف لا don't be the witness. I want you to عايزاكي تعملي حاجات، فشوفي ايه الحاجات اللي انتي يعني انتي مين انتي. انا حاسة ان انتي انا مش عارفاكي بصراحة، ف يعني بحاول افهم من انتي، بس الموضوع مش واضح بالنسبة لي، فاعتقد مش واضح بالنسبة لي لانه مش واضح بالنسبة لك. طبعا أكيد. ففي الكام يوم اللي انت قاعدة فيهم في الباركس دول وانت بتسألي وبتدوري وكده، حاولي او بصي انا هبعتلك ايه الحاجات اللي انا لقيتها عن المكان اللي انت فيه ده. ممكن تقولي لي النيبرهود اللي انت فيه. يا لهوي دي غالية قوي. الإيجارات غالية جدا فعلا، يعني كان ده حقيقي. ف في حتت بقى رخيصة بس مش أمان، مش أمان خالص. يعني أنا يعني حتى البارك، في باركس جنب أقرب قوي، بس فيها كلها ناس نايمين على البنش كده، ومخيفة شوية، يعني ما أقدرش أروح فيها. طيب فيعني هبعت لك ايميل بملخص اللي احنا اتكلمنا فيه ده، ايه الاقتراحات اللي يعني بشوف ان المفروض ممكن تبصي فيها، وشوفي ايه اللي يناسبك ايه اللي ما يناسبكيش، وخلي اوكي، بالك من نفسك ميرسي خالص، متشكرة جدا. وما تركزيش في جوزك ولا عيالك. يعني هنشوف افكر انا مين وعايزة ايه وكده، افكر شوي، ممكن افكر شوي. مش عارفة، أنا حاسة اوكي، إنك تستحق الأفضل. يمكن لازم اقنع نفسي ان انا استحق، يعني استحق. أوكي
أوكي ماشي فارس. الاستماع انتهى للنهاردة. أتمنى يكون الاستماع كان ملهم ومفيد، وفي صندوق الوصف روابط لبعض ما تم ذكره في هذا اللقاء. أراكم في الحلقة القادمة.